طيب يعني قبل ما ودعكم بدي شوي ارجع للسوشيال ميديا، وبعرف انه في كثير منافسه على السوشيال ميديا، يعني اوريدي العالم كله كبار وصغار على السوشيال ميديا، وتوائم مثلكم كمان في كثير وبيلبسوا مثل بعض وبيعملوا يعني نفس الفكره. قد ايه هيدا دائما عم بيخلق لكم نوع من التحدي ونوع من انه اذا فيديوهاتنا ما جابوا كثير بلكي نحن يعني مش ناجحين بشغلنا، لا شو لازم نعمل لنقوي حالنا؟ قد ايه بتضلكم هيك بورشه انكم شو بدكم تعملوا شيء جديد؟ ايه منا هينه، موضوع السوشيال ميديا موضوع منه هين، وموضوع بده استمراريه اون ديلي بيسز. يعني نحن كل يوم في عنا تو فيديوز بتنزل على الانستغرام، تو فيديوز على التيك توك، وون فيديو على اليوتيوب، لحتى نضل مستمرين ونضلنا عم نواكب الترندز يلي عم تطلع. فمنا سهله، بدها وقت، بدها مجهود، بدها انرجي، وبدنا نكون سوا دائما. هول اللي بتنزلون مختلفين مش مثل بعضهم؟ ايه مش مثل بعض، مش دائما مثل بعضهم، لا مش مثل بعضهم. نحن حياتنا كلها تصوير، يعني يومياتنا كلها تصوير، صبح ظهر عشيه تصوير، هي حياتنا. ايه نو اوف دايز حتى بالفيكيشن. لا ما في اوف دايز، ما في اوف ساعات حتى. فدائما تصوير. هلا رايحين نصور. بعد؟ بعد. اخ ما بتزهقوا اوقات؟ ليكي بس تشوفي شيء عم تنجحي فيه، العالم عم بتحبك، عم بيصير حياتك اليوميه عم بتحبي، ما خلص بتتعلقي فيه. طب وانتوا عم تصوروا مع بعضكم مين بده يصوركم؟ نحن بنحط الستاند، بنحط التليفون وبنصور. بنصور 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 حالنا. صح، بس للمونتاج عندنا تيم بمنتج لنا، خاصه لليوتيوب فيديوز اللونج فيديوز، فعنا تيم بمنتج لنا. شو بدي اقول لكم؟ جود لك، راجعين على دبي. صح ان شاء الله. يلا موفقين. وبأزروني من وقت لوقت. اكيد بشوفك، رح نشتاق لزورك. القعدة مع ريتا كانت كثير حلوة ومريحة. شي سو فريندلي، واعترفنا بقصص لأول مرة بنقولها، ورح تتعرفوا علينا أكثر بالحلقة. اليوم كانت حلقة مليئة باعترافات من أولى لأول مرة بس مع ريتا. إن شاء الله كل المتابعين بتكونوا حبيتوا الحلقة وحبيتوا المحتوى اللي قدمناه بس مع ريتا. نسبوا نيرفانا توأم، الكل ما بيقدر يفرق بيناتهم بالشكل، بس هن من جوا شخصيتين مختلفتين. قدين ناس بتقول بيشبهوا بعض بس هن كاركترات ما بتشبه بعض ابدا. وحده منهم بتحب تكون ورا الكواليس وما بتحب الضوء ابدا، والثانيه بتحب تسيطر وجرت اختها للتصوير ولتكون قدام الكاميرا. هلا انتم من خلال هالمقابله رح تعرف عليهم اكثر.